فيديو النهارده هيكون فيديو توتوريال ميك اب لاني بقالي فتره ما عملتش اي ميك اب هيكون حاجه زي get ready with me او اجهزوا معايا انا النهارده خارجه عندي عزومه عشاء وحبيت اعمل ميك اب يكون شويه عزومات وخروجات بس في نفس الوقت مش اوفر قوي لان انا ما بحبش الميك اب الاوفر قوي بالذات ان احنا العزومه يعني هيكون في بيت فيعني مش محتاجه بهرجة ولا حاجة كثيرة اتمنى ان الفيديو يعجبكم وتابعوا معايا عشان تعرفوا ازاي تعملوا اللوك ده انا هنا بدات بالبرايمر وطبعا بعد ما غسلت وشي وحطيت الكريم المرطب بتاعي البرايمر اللي انا بستعمله هنا من ريفلون وهو عباره عن زي كريم بيدي شويه تغطيه زي ما أنتوا شايفين تغطيته خفيفه جدا بس ساعات بحس ان انا مش محتاجه استعمل معاه اي فاونديشن يعني انتوا هتشوفوا في خلال الفيديو انا مش هستعمل اي فاونديشن في الفيديو ده خالص ومع ذلك التغطيه هتبقى كويسه جدا بحب فيه ان هو بيدي لمعه بسيطه وبيخلي الشكل الوش دوي بعد ما وزعته انا هنا بستعمل كونسيلر على المناطق اللي فيها مشاكل زي ما انتم شايفين وشي تعبان جدا في الفيديو دون عندي حبوب كتيره وباينه جدا وملتهبه فاللي انا عملته ان انا بستعمل كونسيلر انا بستعمله مخصوص للحبوب او للعيوب بس ما بستعملوش تحت العينين وانا هنا بستعمل بيوتي بلندر ورشيت عليها بس شويه من الفيكس بلس من ماك علشان ابلها شويه هنا هو انا بستعمل كونسيلر اللي بستعمله للعينين وده من ميبلين اكيد اتكلمت عنه في فيديوهات تانية هتشوفوه اي كل البرودكتس اللي انا هستعملها اكيد هسيب لكم كل المعلومات في الديسكريبشن بوكس لان انا مش طبعا مش فاكره كل الاسامي بتاعه البرودكتس بس الكونسيلر ده مش هتكلم عنه كتير لان انا اوريدي اتكلمت عنه كتير في فيديوهات قبل كده بس بوزعه في منطقه تحت العينين زي ما انتم شايفين بشكل زي مثلث كده وفي المناطق اللي انا عايزه اعمل لها هايلايت آه عند الدقن والشفاء فوق الشفايف وشويه عند الجبهه وطبعا البريدج بتاع الانف وانا عشان هعمل كونتورينج في الفيديو هنا حطيت برضو شويه تحت يعني تحت الخد علشان يبرز الكونتور اكتر هنا هو انا بستعمل ستيك آه ده المفروض ان هو فاونديشن آه ستيك آه بس انا جبت درجه غامقه جدا عشان استعملها ككونتورين لان انا كنت حابه اجرب الكريم او الكونتورين بالكريم غير الباودر آه فدي اول مره انا استعمل البرودكت دوت ده برضو تقريبا من ميبلين و فار آه مش وحش قوي بس هو متعب شويه في التوزيع يعني لما كنت بستعمل البرونزر آه، للكونتورينج بحس التوزيع اسهل بكتير الكريم بياخد وقت جدا يعني انتوا حتى هتشوفوا عمليه التوزيع انا مسرعاها لان انا حبيت اوري لكم آه، آه، يعني البروسيس كلها مش حبيت اقطع منها عشان تشوفوا الـ الـ يعني الشكل النهائي لما بنستعمل كونتورينج بالكريم يعني فعلا هو الشكل بيبقى كويس وكل حاجه بس بحس انه بياخد وقت طويل جدا في التوزيع انا ده فعلا وجعتني بعد ما خلصت ببدا هنا برضو بالبيوتي بلندر بوزع الاماكن اللي هي الفتحه الاول تحت العينين وكده وبعد كده هبدا اوزع الاماكن الغامقه ولو انتو خدتوا بالكو انا حطيت كونسيلر فوق العينين علشان هستعمله كبرايمر قبل الاي شادو اللي انا هحطه والكونسيلر ده برضو كويس جدا كبرايمر بحس إنه هو بي بيوحد لون المنطقه وبرده ما بيعملش اي يعني كريز او ما عارفين الكسرات او التجاعيد اللي فوق العينين دي بيخفيها شويه هنا انا بدات اهوت اوزع الكونتور او الكريم اللي هو الغامق شويه برضو بالبيوتي بلندر <applause> زي ما انتم شايفين بدات اتعب اوريدي وبردو انا نسيت يعني اعمل الخطوه دي في الاول بس الخطوه دي مهمه جدا لو هنعمل كونتورنج بقى يعني بجد يبقى ما ننساش العظمه بتاعه الخد او الفك من تحت بتبقى في الصور كويسه جدا بتبين الوش رفيع وبرده بالنسبه للناس اللي عندهم دبل تشين او يعني تحت عند الزور كده بيبقى عندهم زور يعني المنطقه دي مليانه الخطوه دي مهمه جدا وهتحسوا بفرق يعني شكلكم هيتغير تماما زي ما شايفين انا خلصت كده التوزيع بتاع الكونتور ومش مش متوزع حلو قوي زي ما قلت دي اول مره انا يعني بتالي محتاجه اوزع اكتر من كده هثبت بس الاماكن اللي هي اللي انا حطيت فيها كونسيلر فاتح او هايلايتر بالباودر اي باودر عادي انا هنا بستعمل تقريبا رمال وانا مش هوزعها على طول انا هحطها واسيبها شويه يعني زي اللي هو البيكنج بس انا مش حاطه كتير اكيد بس بسيبها بس شويه مش هوزعها على طول هنا هو حد اشتغل على العينين وهنا انا بستعمل لون يعني كريمي فاتح جدا بس عشان اوحد لون الجفن كله وبعد كده هجيب البرونزر بتاعي اللي انا بستعمله باستمرار اللي هو من سلمى حايك هستعمله على عظمة الكريس لان اللوك هنا في العينين شغل العينين هيبقى بسيط جدا ما فيش اي حاجه فظيعه خالص آه كل اللي انا هعمله ان هو هجيب اللون البرونزر دوت واوزعه بس على عظمة الكريس مش هحط اي حاجه على الجفن المتحرك بتاع العينين خالص واهم حاجه اوزعه كويس جدا انا حتى اشتريت يعني آه فرشة مخصوص من ماك اللي هي كل الناس بتتكلم عنها بتبقى كويسة للتوزيع هي دي اللي انا هوزع بيها لان انا اهم حاجة عندي ان اللون يكون متوزع لان انا مش عايزة يكون باين ولا يعني قوي خالص الخطوه ديت يعني اوبشنال مش اساسيه بس انا حبيت ان انا بدل ما استعمل لون واحد بس على عظمه الكريس حبيت يعني ادرك شويه فاستعملت برونزر تاني عندي من ذا palm آه ده عبارة عن هو تقريبا نفس الدرجة بس في لمعة بسيطة خالص هستعملها على نفس المكان اللي أنا حطيت فيه البرونزر الأولاني زي ما قلت الخطوة دي اوبشنال هي مش زي ما انتم شايفين مش عاملة فرق كبير بس أنا يعني حبيت إن إن يبقى فيه تدريج شوية في اللون بدل ما يطلع من الجفن المتحرك على الكريز على طول هنا هوت انا هحاول ارسم ايلاينر <applause> انا لسه يعني مش متمكنه قوي في الايلاينر بس اكتشفت ان الواحد لو بياخد وقته يعني هو بياخد وقت طويل جدا بس لما بتدي الحاجه وقتها آه يعني بيطلع مظبوط ومن غير اي حوادث فانا هنا هوت هصور لكم العمليه بسرعه جدا يعني حب يعني بوريكو عينين واحده بس عشان الموضوع طبعا اخذ مني وقت طويل جدا آه بس زي ما انتم شايفين انا برسمت خط واحد بس اللي هي السحبه بتاعه العينين وبعدين عملت زي مثلث كده وبعدين اخدت خط تاني على الخط بتاع الرموش وزي ما انتم شايفين هو مش, مش كبير خالص هو حاجه بس, بس بسيطه مجرد هو خط واحد بس ما احتجتش حتى ان انا املاه بعد كده نظفت طبعا بكيو تيب وهنا هحط رموش الرموش برضو نفس الفكرة زي الايلاينر بتحتاج تاخدي وقتك تماما ما تسرعيش خالص اهم حاجة تستني على الجلو لما يعني يمسك شوية انا بقول تقريبا حوالي 30 ثانية يعني انا فعلا بقعد أعد من واحد ل 30 قبل ما احط الرموش على عناية وبرضه حاجة مهمة جدا لما ابدأ احط الرموش بحطها في النص وبعدين ابدأ اشد زي ما انتم شايفين النهاية والبداية ما احطش من البداية وبعدين اظبطها هي اهم حاجة تحطيها في النص ويظبطي الجناب بعد كده بتطلع مظبوطه ومن اول مره بس برجع اعيد عليها بالملقاط في الاماكن بقى اللي هي ما بين النص والنهايه وما بين النص والبداية زي ما انتم شايفين مظبوطه جدا انا في اول مره كانت يعني فظيعه بس بعد كده بقت سهله خالص أه هرجع اعيد على الكونتور بتاعي بس بالبرونزر برضو بستعمل نفس البرونزر اللي بستعمله على طول من سلمى وما ننساش طبعا منطقة الودان علشان الصور ما يبقاش الودان لون ومشي لون <applause> وهنا هوت بالقلب الكحل هحط على الجفن من فوق او يعني خط الرموش من فوق ومن تحت ده حي يعني لي العيون جدا وانا مش شايفه يعني ساعات ما بحبش اعمل الخطوه ديت بس انا شايفه اللوك دي ممتاز جدا ان انا احط الكحل جوه العينين وبره العينين كمان زي ما انتم شايفين من تحت آه بستعمل نفس الفرشه اللي استعملت بيها الرسم الايلاينر هحط بس حاجه بسيطه خط واحد بسيط من تحت واوزعه بالفرشه اللي انا كنت بستعملها برضو للبرونزر اللوك هتطلع بسيطة جدا للناس اللي بتحب تحط كحل وترسم ايلاينر اللوكة دي بسيطة جدا ومش هتطلع اوفر تماما زي ما انتم شايفين العينين مازال شكلها يعني طبيعي وبسيط مفهوش يعني مش مرسومة كده بقى شغل يعني جامد قوي هنا هو انا بستعمل هايلايتر زي الخطوه دي انا ما استغنى عنها تماما بحط بس هايلايتر جوه العينين عشان ينور العينين شويه من قدام وبعدين بحط برده فوق الشفايف بي... بيبرز الشفايف اللي فوق بالذات لما تبقى شفايف رفيعه انا عندي شفايف اللي فوق رفيعه جدا الخطوه دي بتبرز الشفايف من فوق شويه وبتدي زي توازن يعني ما بين اللي فوق واللي تحت بالفرشه كده حاجه بسيطه جدا بلاشر انا تق... هنا اهوت بستعمل بلاشر تقريبا من جوردانا على شويه على اورنج وبس هحاول اوحد يعني اوزع بقى كل حاجه مع بعضها عشان تبقى البشره يعني فيها تناسب ما يبقاش في خطوط فاصله بين بين مثلا الكونسيلر والبلاشر وكده وبنفس الهايلايتر همشي بس على الانف كده تب تب بتاعه الانف هنا هو انا كنت حاطه بس زي زبده الكاكاو فبمسحها وحرسم الشفايف بقلم من جوردانا تقريبا اذا ما كنتش غلطانه هحط لكم كل حاجه تحت الفيديو اللون ده ممتاز جدا يعني يعتبر تاني افضل لون انا بستعمله هايل 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 يعني انتوا هتشوفوا حتى في الفيديو هنا انا مش هستعمل اي لبستيك وانا هحط الليب لاينر وحامله بس الشفايف وخلاص على كده وبيقعد معايا طول يعني طول الليل كان موجود ما تحركش من مكانه مع اني اكلت وشربت وكل حاجه وهو مازال زي ما هو ما بينشفش الشفايف خالص زي في ليب لاينرز بينشفوا الشفايف جدا ده ما بينشفش الشفايف خالص ولانه زي ما انتم شايفين حاسه ان هو انا عندي مشكله في في الروج الاحمر فده الدرجه دي بحسها مناسبه معايا جدا هنا هو بس همشي على الرموش يعني الجذور بتاعه الرموش بالمسكره عشان بس اثبت الرموشي مع الرموش اللي هي الفاصل اللي انا حطاها وبرضو الرموش اللي هي التحتانيه بس كده تكون اللوك انتهت يا رب تكون عجبتكم زي ما انتم شايفين بسيطة جدا تمشي مع اي مناسبة لو انت مش حابة تعملي حاجة اوفر جدا آه وما زال شكلك طبيعي ما تنسوش تبعتوني تعليقاتكم وكومنتاتكم وما تنسوش برضو تعملوا سبسكرايب عشان تشوفوا كل الفيديوهات اللي جاية